يد خفية امتدت وانتزعت السخان وانا واقف تحت الدش. ايه ده؟ وفجأة الحمام بقت ريحته شاي. ايوه انا شميت ريحة الشاي. كان شاي ايه ياد؟ انت بتهرب يا وكيل. يلا شوف الوكيل يلا بيتكلم نفسه في الجنينة. تعالى تعالى هقول لك هاته ليه. كنت بتكلم نفسك ليه؟ في ايه؟ بعت اكسسوارات البيت عشان تسدد ديونك؟ بس انا ممكن احكي اللي حصل لي امبارح؟ اتفضل. بس محدش فيكم يتريق. لا محدش هيتريق. معقوله؟ انا شفت ليله الكاميرا المعفنه بتاع الست هند. انا الكاميرا بتاعتي معفنه. هلا هلا الكاميرا المعفنه يا وكيل. طلع لي منها عفريت يا سخالي. سمعت الكلام المعفن؟ وفي عفريت ليام دي؟ والله طلع منها عفريت اسمه عفروتو. كمان سميته؟ ايوه عفريت. شوف شوف ايه نايم ليه؟ شوف انا عامل حساب البلاوي دي. شوف يعني انت عشان تضحك توقع عماره 12 دور. ما تضحك وانت باصص فوق. هقوم عفريت ايه بس اللي ولا؟ والله يا اسف طلع منها عفريت. شبيك لبيك عبدك ملك ايديك. اسكت مش لغوها. لغو شبيك لبيك. مين دول؟ العفاريت ولا احنا دريانين؟ يا سلام. اه والله نايمين على ودننا. لغوها وحطوا مطرحها. اقعد واتقنعر خد نفس واتمنظر. خد نفس دي احلى حاجه. مالوش استعبط واستهبل وسيه علينا. اجري اجري انت هتفضل مش مصدق. يعني انت طلع لك عفريت بجد؟ والله يا قاسم طلع لي عفريت. يا سلام جاب لك ايه بقى؟ ما جابش حاجه يا عم انت هتنق فيها. ما جابش حاجه والله. فلوس بنى لك والله ما جاب حاجه. ليه؟ هو العفريت اللي طلع لي ظروفه وحشه. نعم ظروف مين؟ العفريت ده واخد خلاط بالقسط. ايه ده؟ حالته تعبانه تعب ما حصلتش. ايه ده؟ ايه ده؟ اه والله فوق ده كله بقى صاحب مرض مسكين. يا سلام. اه صحته على قده. هم دول بيعيوا؟ بيعيوا. ده جاله تركه وشكشوكه ورا بعض. ايه؟ جاله ايه يا وكيل؟ تركه وشكشوكه. ده غير البيض والبسطرمه؟ انا بقول لك هنتعشى ايه النهارده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ تركه وشكشوكه دي امراض معروفه. يا سلام بتيجي فين يعني؟ بتيجي في الكبد والقوانص. اجي بلاخير يا رب. كميله العفريت. والله العظيم يا هند طلع لي عفريت وعفريت عيل عن 3 سنين. عنده 3 سنين يا حبيبي. طب كنت هاتهولي ارضعه. ايوه ايه؟ بص يا اخ وكيل بلاش تخريف بقى وبلاش صياعه. انت بعت الحاجه. ابيع ايه يا نادر؟ هات نص الفلوس واحنا مسامحين. الواد ده مجنون. ابيع ايه؟ مش ادبك والله العظيم. انت مجنون. ما تعليش صوتك. عفريت معفن. عارف انا لو شفته ولد عفريت اهو. قلت عفريت ايه؟ اه والله قلت معفن. لا لا يا كداب. انت بتقول كلام مش منطقي. اوعى تضرب تاني. لا هكسرك. اوعى تضرب تاني. بص انا هوريك عشان تقول اللي انت بتعمله. ايه ده؟ ايه؟ ما تاذيش حد. اوعى تهزر. انا هوريك. انت راجل كبير وانا ممكن اعذبك. انا بفهمك. ايه ده الوكيل؟ تمد ايدك عليه وانا واقفه ازاي؟ يلا يا اخي. بقول لك ايه؟ يا نهار اسود. ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يا اخويا. ايه مش عارف فريتي. ايه ده؟ اه بلاش ده. انت يا زين بلاش ده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عشان بتشتمني. انا عزيتك مجنون. مجنون انت لازم تزعل. وانت روح فاتح مصباعك خشمك. خش انت تزقني. خش انت تزقني. مش فاهم حاجه. بقول لك ايه؟ نعم انا عندي شعر. ساعة روحها بساعتي. انت عندك شعره؟ اه. ده انت عندك باروكه ما شاء الله. اسود. طول ما انت بتغلط فيا وكيل اخليهم يعملوك على انك مجنون. عشان خاطر يا عفروتو لازم تظهر لهم. وهتشتم تاني؟ مش هشتم يا سيدي. طب يلا خليهم يبص ناحيتي. هظهر. هتظهر؟ يلا ربنا يخليك. الله يكرمك. انت بتكلم مين يا وكيل؟ ايه العفريت معانا. لا يا راجل بس بس فين يا عم؟ عايزين تشوفوه؟ اه بصوا الناحية. اه طب بصوا فوق ليه؟ ده هو طول كده. ايه اللي وداكم فوق؟ طب وربنا ما انا ظاهر. يلا غور بقى. انت زعلت؟ يعني اروح اعيش في الفلبين؟ ايه الاهانة دي؟ الفلبين ليه بس؟ عايز نظهر؟ خليهم يقولوا ايه ده؟ العفريت ده جاب الطول ده كله منين؟ اسمعها مرة واحدة قبل ما اموت والنبي يا وكيل. يلا يلا. في ايه؟ يا ولاد إيه؟ عشان العفريت يظهر قولوا ورايا. ايه ده؟ العفريت جاب الطول ده كله منين؟
ايه ده؟ العفريت جاب الطول ده كله منين؟ يلا خليهم يسخنوني. ايه؟ يسخنوني. يعملوا ايه؟ هقول لك خليهم يقولوا ايه؟ هلا هلا يلا يا عفروتو، هلا هلا يلا يا عفروتو. هم هينقلوا مركب اولى، ايه اللي بتقوله؟ اولى الايه؟ دي تعويذه لازم. لازم. يلا. يا اولاد. نعم. عشان العفريت يسخن وينط في وسطيكم مره واحده. قولوا هلا هلا يلا يا عفروتو. هلا هلا يلا يا عفروتو. هلا هلا يلا يا عفروتو. نصر بلدنا بلد سواح فيها الوكيل بيستعبط. هديك بالقلم على وشك. انا بقول لك اهو ودي راسية المجنونة يا بابا. عاصم انت عزفت يا عاصم. ايه انت بالذات اوعى تتنطط. ليه؟ ده انت ممكن تدوسه من غير ما تحس. كيكا كيكا العفريت بتاعك ده غاوي فنون شعبية. مريم انزلي له بالحجالة. شفت الحجالة؟ ايه يا عم ده؟ شفت الحجالة؟ ايه يا عم ده؟ ايه؟ انا طلعت عفريت من فرقة رضا، ايه اللي بتعمله ده؟ يلا يلا بتكلم مين يا حاج؟ ما هيظهر اهو. انت بتكلم مين؟ هيظهر هيظهر. اي هبل يعني. ايه؟ رضا والله وراضيناك. ايه؟ دلع حتى ودلعناك يا جزمة. كافي لالة مرمط اللي جابونا معاك. انت بتكلم مين يلا؟ بتكلم صرصار. ما هو هبل بهبل بقى. يلا يلا الواد الصغير بقى عبيط يعني. الحق مركب عبط وصلت الفيلا. يلا. وانت بتكلم مين؟ لا انا ببص على اللمبة. في ايه يا بنت الترخي؟ اصل اللمبة بتاعته دي قليلة الادب ونورها مكشوف. ليه يا بنت؟ زبطوها ماشية مع سلك عريان. ايش 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 يا لوزة. العيال ضربت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس يا عيال. ايه؟ العفريت هيظهر. والله تعالى وكيل هيظهر معاكي. بس بيهزر معايا يا حكومة معلش. يا وكيل هيظهر. خلاص هز. طيب بقول لك ايه؟ ايوه اللي بيخاف يطلع بره، اللي بيخاف يطلع بره. حاضر. هتقول ايه؟ اللي بيخاف يطلع بره. يلا بسرعة. مالك؟ ايه؟ مالك؟ تعال. اللي بيخاف يطلع بره. ده انت اللي خايف. ايه 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 ايه؟ اللي بيخاف يطلع بره. ما ترجع في وشنا احسن يا عم الحاج. بلعين اتقرب بقى. يلا يا وكيل هيظهر. ايوه يا سيادي. ايوه الظهور الظهور الظهور. واو واو مين؟ واو مين؟ عشان يساعدك. انت خلاص بقيت منهم بتندهلهم عادي كده؟ اوعى تنطق. يلا الظهور لعائلة الوكيل من الإدارة المركزية. الظهور لعائلة الوكيل. الظهور لعائلة الوكيل القاتن بدير النحاس. لا تشرب الدواء، الدواء فيه سم قاتل. يلا يا وكيل. يلا انت. هم جاهزين؟ ايوه العيال جاهزين. واحد واحد اتنين اتنين. الظهور الظهور لعائلة الوكيل. في ايه يا عم؟ ايه وكيل؟ انت شابك في حاجة؟ لا ايه هم جاهزين. ايوه جاهزين. ايه وكيل؟ أيوة واحد واحد اتنين اتنين. اه يا بابا. تلاتة. الله الله. صدقتوني. ايه العظمة دي؟ صدقتوني. شفت قد ايه؟ اهو صغير. ايوه يا اختي كميلة. ماما يا اختي. انت بتكلم مين يالا؟ ده سكر اهو. انت بتكلم مين؟ القصة كمان. يا وكيل انا ما زهرتش. يا الواد ده مش شايفك؟ بقول لك ما ظهرتش. ما ظهرتش ليه؟ ربنا يكفيك شر الامراض. يا عم روح بقى. يا وكيل هو انت طالع لي خربان خالص؟ عيان عيان. ولما انت عيان طالع لي انا ليه؟ انت اخويا الوزير الصحه. يا وكيل صحتي على قد اليومين دول. اقعد في سريرك ما تنزلش الشغل تبهدل ولاد الناس معاك.
انت عارف قال ايه؟ ابعد عنك. جالك ايه؟ جالي رميس. ورمسيس يجي لك ليه؟ رمسيس مين؟ رميس ده مرض بيفقدني الظهور، وامي السبب فيه مش انا، الله يسامحها بقى. امك؟ اه. ليه؟ امي وهي حامل فيا كانت بتشم سحاب. السحاب اللي ماشي فوق؟ اه، كانت عفريته مدمنه سحاب، كانت تطلع الصبح تضرب سحابتين وتروح راجعه على طول. وده يعمل ايه؟ ده بيعمل دماغ مطر كده في الصيف. بس خاطر، والنبي قول لهم احسن فاكرينك اهبل. بص فاكرني؟ اه، دول متاكدين ان انا اهبل. قول لهم، قول لهم قالوا رميس نومه كانت بتشم السحابه، قالوا رميس نومه كانت بتشم، قالوا رميس. خلاص انت فرحان بامك، خلاص قول لهم. يا عيني يا ها. يوسف، نقول لكم يوسفك العفريت مات. ايه؟ لا لا اله الا الله. اوعى تعمل في نفسك كده، بلاش، عشانك، عشان اللي في بطنك. مش قادر حامل وانت ضيعت، ويقول لك 3 سنين اتخطف. ما يتخطف يا عم، ما يتخطف يا اخويا. هو كان ابن اختك؟ لا. انت تعرفه؟ لا، بس حسين عاملني فضيحه ليه وجماليه. يا وكيل، قدر موقف الولد. يلا، فاكر هتقول ايه؟ قالوا رميس نومه كانت بتشم السحابه، قالوا رميس نومه كانت بتشم. خلاص يا ابن الشمامه، خلاص خلاص يا اخويا كده. يا وكيل، خلاص يا اخويا. يلا يلا، انت حاططني حطه، ربنا ينتعك. يلا، العفريت جاله اسهال. انا قلت جاله اسهال؟ مش عنده 3 سنين هيجي له ايه يعني؟ واتشخصت يا دكتور. اسكت. يلا يلا يا عم، دخلنا في الاسهال، الله يقرفكوا. يلا يلا، قرفت مني قوي. يلا يلا، العفريت جاله رميس. لا اله الا الله، لا اله الا الله. جاله ايه يا بالحاج؟ رميس. وده بكم ولا بنص كم يا عينيا؟ ايه؟ اصل انا عندي واحد صاحبي جاله سنتالون. سنتالون؟ واحده صاحبتي جات لها سيبه فوق الثقبه اللي هي الركبه. الركبه؟ واحد صاحبتي لابس سنيله بسملات اللي هي الحمالات. طب امشي. صغراتي قعدت الخيبة على ستة. امشي احسن لك، هديك بالسازمه اللي هي الجزمه. تعال ادينا في خيبتك. تعال يا واد قليل الادب. ايه اللي حصل بقى؟ طب والله يا قاسم، انت بالذات لو شفت العفريت هتحبه يا عم. ليه؟ عشان انت حنين يا قاسم. يا سلام، العفريت ياخد قلبك كده، الواد شكله حلو. انت بتتكلم بجد؟ اهو ربنا. لا احكي لي بقى، احكي لي. ام يا عم. مالهم؟ ام الله يسامحها بقى. مالهم الله يسامحها؟ ام. مالهم؟ امه. مالهم؟ وهي حامل فيه. اه. يا بتشم سحاب. ايه يا جدع انت الطريقه دي؟ انا قلت لك امي بتبيع بانجو، ما تتكلم عادي. ده احنا هتقبض علينا واحنا واقفين. ده مرض، اوعى تتريق. بتشم ايه يا اخويا؟ بتشم سحاب. السحاب ده؟ اه، كانت تطير وتسحب سحابتين وتنزل. وده يعمل ايه ده يا ضناي؟ انت برضه اللي بتسال، ما انت قريب منه وعارف. وحياة ابوك لا تقول لي بيعمل ايه؟ بيعمل دماغ مطر في الصيف كده. انت بتتكلم جد؟ آه. انا عارف النسوان ديت. ايه؟ تعرف ست السيد؟ مالها؟ بتشم شربات. وده يعمل ايه؟ يعمل دماغ جزم في الشتا كده. يا وكيل، قول لهم زهور مش هزار، خلاص؟ طب اظهر ايد واحدة بس عفوا. ما ينفعش، وحياة ابني ما ينفعش. ابني مين يا انت؟ يا راجل، انت مخلف؟ تتح، انا ما حكيتكش عنه. تتح؟ تتح ده طولك في اعدادية دلوقتي. يعني ابنك في اعدادية وانت في كيجي 1؟ ما احنا عندنا بالعكس، انا ابويا لسه في الكتاب لحد دلوقتي. نبي فكرتني يا وكيل، الواد تتح نتيجته بكره، خليهم يدعوا له بالنجاح والنبي. لو دعوا له تظهر؟ ايه ده ابني؟ تظهر يا عم، يدعوا له من قلبهم بس. تظهر؟ اظهر يلا. يا ولاد اخر طلب معايا. امرنا امرنا، ما انت فرهدتنا. ادعوا ورايا بس من قلبكم. ادعي يا نينا. يا رب تنجح يا تتح. 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 اظهر لما النتيجه تطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ لا عيب يا وكيل. يا تروكا شكشوكا، يا تروكا شكشوكا، يا رمسيس، يا تحرير، يا رمسيس، يا عتبه. احنا هنقف نركب. هو تعبك؟ ايوه. اخص عليك يا عفريت، انت ليه تعمل كده في الوكيل؟ اخص عليك. خلي ايه؟ تعال، درسك وجعك ياض ولا ايه؟ لا، في ضرب في المنطقه. ضرب ايه؟ هنا صعبت. طب قول اخص عليك وعلى شكلك. اخص عليك وعلى شكلك. من ناحيه قلبي ونار قلبي، في هبل بيحصل في الفانيلات. لا يا ابني، الوكيل عمال يكلم العفريت. مش ناقصه فتيات؟ ها، بيقول لك ايه وكيل العفريت ده؟ ايوه كده، خلي كوكب الارض يحلو. تبقى يا بنت انت عن المنطقه دي، وانت مالك؟ ما تبقاش تطعر زق، ما جنبك عربيه فولكس خضره تحرق بيها. ده بايخ قوي. اوه، في ناموس. لا يا اختي، ده بوس.
بص اشمعنى انا لما اروح الدحيح يا واو انزل بوس الولايه دي فين البوس يا بيت بيت يا مريم انا عارف ان انت رايحه تسكري في خمار البحر في اسكندريه يا اللي بيرقصها انا وسستني في ودان اذكر الله اذكر الله الله اكبر سكينة مفرفرها يخرب بيتك انت هتذبحها مش تاكلها احسن ما تفكس انا مصدقك والله مصدقك مصدقك بس سيب البنطلون سيب البنطلون سيب البنطلون مش لابس حاجه تحت مني خد هنا انت مش لابس حاجه تحت منه ليه انا بصيف بدري يا اخويا تعالى تعالى يلا اطول من الليله السوداء انت تعالى كلمه على العفريت هديك على قفاك فاهم وكيف ما تخافش ما تخافش ازاي يا هند هجيب لك الانتيكات اللي بتحبيها بس سيبك من العيله دي خالص في ايه يا بنت طلبني للجواز يا وكيل وكيل في ايه السيجاره في الهوا سيجاره ايه السيجاره بتدخل في الهوا ايه ده يا وكيل السيجاره في الهوا اظهر عشان خاطر مش هينفع اظهر انا هدمرك طالما بتغلط فيا انت فين يا عم انت مالكش دعوه انت انت بتكلم مين بكلم نفسي وكيل السيجاره دي كانت فين اسمع يا جدع انت من الاخر بقى ها من الاخر عشان الجنان الرسمي في عفريت ولا صياعه ابديه والله العظيم يا خالد في عفريت وموجود معانا دلوقتي واسمه عفروتو حلو خلص يا عفروتو بتاعك يظهر لي وانا اضربه بالجزمه اوبا الواد ده قال ايه يا وكيل هيديك بالجزمه يدي مين بالجزمه مش انت ده دعش ولا كده مش انت مش انت مش انت مش انت انت بس عشان طويل بتاخد الجزم من فوق توكيل الواد ده قال كده ولا انت بتهزر شكلك وحش يلا سماح عشان خاطر لا سيبك من شويتين عشان خاطر عيونك لا 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 سيبك من شويتين دول عايز تولعها ولا ايه نفسي اشوف لك اي منظر عفاريت تتكلم بجد نفسي تنفخ نفخه زي العفاريت تولع الدنيا ايه ده ايه ده نفسي افرح بيك قبل ما اموت انت شكلك مش مصدق ان عفريت اصلا علي الطلاق ما توريني باسبورك لما باسبوري أيوه. طب خليه يستفزني وانا هوريكوا الشر ماشي بس وانا خالد نعم استفزه يا هو شاب في سني يعني دم حر انا مش هستفزه انا هطعنه في اعز ما يملك مشاعره ورجولته قول له يا سي عفروتو يا ذكر يا بتاع الجن خالد ماشي مع البت عفريتا مين البت عفريتا بتاعت جهنم الثانويه بنات الواد ده يا وكيل بيقول ماشي مع عفريتا يا سيدي شباب ربنا يسامحه هو انت نازل من غير دم خالص انت مش فاهم انا لما اقول ربنا يسامحه ربنا يزعل منه ويوديه النار هيجي النار في حتتنا بقى انا وقرايبي هنقرقشوا هناك عارف ازاي؟ سيبه بعد الوقت يعني هتفضل سايبه لغايه ما يروح النار اطلع بره طب ما تجيب بوسه مش انت ايه يا عم هو انت واقف تسقط دماغك بس في ايه؟ يا اخ وكيل للاسف عفريته اتمسكت في طريق الطلبيه ابو ظبي واحنا مالنا؟ طريق ايه؟ الطلبيه ابو ظبي كانت في عربيه سيرفيس واتمسكت يا وكيل في ايه؟ الواد ده دخل في الاعراض شفت سيبهولي بقى شفت شفت ايوه شفت نويت على الشر اقسم لك ما كنت ناوي بس نويت بس انا عايزك تفهم ان انا ما كنتش ناوي ايوه بس دلوقتي نويت يعني بس والله العظيم يا نويت نويت على الشر نويت اهو كده فرحني يا نهار اسود اقول لك ايه اول حاجه ايه ولع البيت ده الشارع كله هيولع ماشي اقول لك ايه ولعنا انا كمان لا انت صاحبي بلا